بالتضامن مع المؤسسات الرؤية العالمية تقدم لنا خدماتنا ومطالبنا اللي احنا محتاجينها، ونتمنى انه يفرجوا عن يفتحوا مكتب الرؤية العالمية ويفرجوا عن محمد الحلبي. هو الموضوع مش موضوع اعتقال المهندس محمد الحلبي قد ما هو موضوع تسكير كافة المؤسسات الدولية اللي بتعامل الشعب الفلسطيني من بعد الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على المزارع الفلسطيني. هي معنية دائما يكون الشعب الفلسطيني تحت الرقام، ما فيش أي مؤسسة تساعد الشعب الفلسطيني ولا أي مؤسسة تساعد الأطفال الفلسطينيين.